سيد الرئيس، أنا عبد الحفيظ الهرجام، رئيس تحرير مجلة لدرس العربية، وهي مجلة حديثة العهد. كنت في السابق مديراً عاماً للإذاعة والتلفزيون في تونس، ومديراً عاماً لاتحاد إذاعة دول عربية، وسفيراً لتونس في القاهرة. جئت من بلد كان منذ سنوات خلت بلداً آمناً مستقراً، ولكنه للأسف الشديد اكتوى في السنوات الأخيرة بنيران الإرهاب، وأصبحت تونس وكراً من أوكار الإرهاب. هذه الظاهرة في الحقيقة لها أسباب عديدة. سبب جغرافي، وأن تونس تقع إلى جانب بلد ليبيا التي أضحت مهداً لتنظيمات إرهابية، وخاصة ما يسمى بأنصار الشريعة، التي تبنت العديد من العمليات الإرهابية في تونس في السنوات الأخيرة، ثم أضحت كذلك معقلاً من معاقل داعش في شمال إفريقيا. ولما نتحدث عن الإرهاب يجب في تقديرنا ألا نركز الاهتمام فقط على منطقة الشرق الأوسط، على سوريا وعلى العراق، ولكن كذلك لابد من أن نهتم بمواقع هذه الظاهرة في شمال إفريقيا، لأن هناك ترابط وثيق في الحقيقة بين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخاصة ليبيا، لأن المعلومات التي تصلنا هنا العديد من الإرهابيين الآن يخرجون من سوريا بعد عملية القصف، وخاصة بعد التدخل العسكري الروسي في سوريا، للرجوع إلى بلدانهم، وبالتالي هذم هم في الحقيقة قنابل موقوتة. والعملية الأخيرة التي تعرضت لها حافلة تابعة للأمن الرئاسي في تونس، الذي فجر نفسه تلقى تدريبا في أحد المعسكرات في ليبيا. إذن هناك الآن نقلة في الإرهاب عنا في تونس. الإرهاب كان مستقر في الجبال، الآن نزل إلى المدن في وبلغ طورا جديدا، طور ما يسمى بإدارة التوحش. بالتالي تونس الآن شنت حرب شاملة على الإرهاب. لماذا شاملة؟ لأن في تقديرنا وفي تقدير الدولة التونسية، وأن الحرب هذه لا تتوقف مسؤوليتها عن الجيش وقوات الأمن، هم قايمين بدورهم، لكن لابد من أن يتم اجتثاث الظاهرة. في الحقيقة أنا شفت عنوان هذا الملتقى، وأنا أشكر من سعى إلى تنظيمه، وأشكر السلطات الروسية، وفي الحقيقة يحمل الإعلام مسؤولية كبيرة، لكن في تقديري دور الإعلام لا يمكن إلا أن يكون مكملا لأدوار الهياكل الأخرى، خاصة الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني. ما عسى أن تفعل وسائل الإعلام في ظل القصور الملاحظ الآن في المنظومة التربوية في كل بلداننا؟ للأسف الشديد مدارسنا هي مصنع للتهميش والإقصاء، والعديد منها يخرجوا في التكفيريين. صارت عملية إرهابية عندنا في تونس، اللي قام بالعملية الإرهابية في سوسة التي أصابت السياحة في تونس بمقتل. أنا كنت في منطقة سياحية في الجنوب، يعني شيء محزن، ولا سائح أجنبي بعد العملية متاع سوسة، متاع باردو سوسة. من قام بهذه العملية؟
شاب متخرج من شعبة علمية يفجر يقتل ببرود الدم سياح على الشاطئ. إذن عندنا مشكل كبير، مشكل المنظومة التربوية، وحان الوقت لكي نراجع مراجعة ذرية منهجنا التربوي في تونس. هناك الآن بدأت الحكومة في إصلاح في الإصلاح التربوي. ثم هناك قصور في الخطاب الديني. أن معركة في تونس نسميها معركة المساجد بعد مسؤول على تسمية الثورة، السلفيون والتكفيريون سيطروا على المساجد، والآن الدولة تحاول أن تسترجع هذه المساجد، لكن حتى الأئمة المستنيرين أصبحوا يسيرون الخطاب السائد، الخطاب السلفي، لأن لما يسيروش الخطاب هذا فمش ينزلوه من المنابر، وبالتالي لابد من الانتباه إلى هذه القضية الخطيرة، هي قضية الخطاب الديني اللي هو مغرق في السلفية، ولابد من أن هذا الخطاب يتوجه إلى عقول الناس وخاصة الشباب اللي هما الهدف الأساسي للإرهابية. ثم ما عسى أن تفعل؟ ماذا عسى أن تفعل وسائل الإعلام في ظل قصور دور المثقفين الذين آثروا للأسف الشديد في العديد من بلداننا الجلوس على الربوة، ولم يسعوا إلى ملء الفراغ الذي يعمل المتطرفون على السيطرة عليه. هناك ظاهرة مخيفة أيضا في وطننا العربي، هي عزوف النخب حتى المواطنين عن العمل السياسي. هناك إحصائيات تقول في تونس أن 94% من المواطنين لا يثقون في الطبقة السياسية. ثم ظاهرة أخرى مخيفة هو هذا التصحر الفكري والثقافي التي تعيشها بلداننا العربية والإسلامية، والذي يستغله المتطرفون الإرهابيون لنشر أفكارهم الهدامة. هناك قضية تعرض لها الأخ نبيل الآن، وأعتقد في تقديري جوهري، لا نستطيع أن نواجه هذه الظاهرة في ظل القصور الموجود في مستوى أنظمة مراقبة الأموال التي ترد من الخارج، خاصة الجمعيات. نحن عندنا 18 ألف جمعية في تونس الآن، العدد منها يعني يعمل تحت غطاء الأعمال الخيرية، لكن في الحقيقة جانب الأموال التي تتلقى هذه الجمعيات معد لتمويل الأنشطة الإرهابية. إلى جانب ظاهرة أخرى مخيفة عن هي ما يسمى بظاهرة التجارة الموازية أو والتهريب. التجارة الموازية تمثل تقريبا 50% من الاقتصاد، وجانب من موارد التهريب يذهب إلى تمويل الأنشطة الإرهابية. إذن العملية عملية مؤقتة، معقدة جدا، لا يمكن الوسائل الإعلام أن تنهض بدورها في ظل هذا القصور في هذه المجالات الحيوية. لكن لابد أن نقر كذلك أن هناك قصورا في أداء وسائل الإعلام في بلداننا، لأنها لم تكن في الحقيقة مهيئة كما يجب لمواجهة هذه الظاهرة. هي في تونس مثلا هذه العملية فشأتنا عندها 4 سنوات، وبالتالي ماذا نلاحظ عند وقوع كل عملية إرهابية؟ هناك تسابق محموم نحو الفوز بمعلومات حول العملية الإرهابية في إطار ما يسمى بالبوز، وهذه ظاهرة يعني هي قاتلة في الإعلام انتانا. وبالتالي وسائل بعض وسائل الإعلام خاصة وسائل التجارية تؤدي خدمة للإرهابيين حيث لا تشعر هذه الوسائل. وبالتالي في تقديري حان الوقت لكي نسعى في هذا الإطار، وأنا أؤيد تماما يعني فكرة أن هذا المنتدى يصبح منتدى منتظما ومهيكلا، وأقترح أن يكون الموضوع الحيوي والرئيسي اللي لابد التصدي إليه هو وضع مدونة سلوك مهني تستند إلى معايير مهنية تمكن الإعلاميين في دولنا من حسن التعامل مع ظاهرة التطرف والإرهاب. وأن أؤيد تماما ما قاله الأستاذ حمدي مدير تحرير مجلة الجمهورية، لأن هناك نقصا في الحقيقة في تدريب الكوادر الإعلامية
في بلداننا. يعني مثلا أعطيك مثال من هذا القصور أو عدم حسن التعامل. يعني التلفزيون الوقت العمومي في تونس بث صور لجثث جنود ذبحوا في جبل الشعامبي في شهر رمضان، يعني جريمة فظيعة جدا. هل يحق باسم حرية الإعلام وحق المواطن في النفاذ إلى المعلومة أن التلفزيون العمومي وحتى الخاص أن يبث مثل هذه الصور الفظيعة؟ لأن في نهاية الأمر، لأن كما قال الأخ من سوريا، يعني من خلال الفيديوهات الإرهاب يريد أن يزرع الرعب في نفوس المواطنين وبالتالي يشل كل قدراته، وبالتالي يجب ألا تسقط وسائل الإعلام في فخ الإرهابيين. يعني خطأ آخر، فادح مهني التلفزيون نشر صورة رأس مقطوع لراعي وضع في ثلاجة. تصور ايش عملوا الإرهابيين، راحوا ذبحوا راعي في منطقة ريفية من ولاية سيدي بوزيد، قطعوا رأسه وبقت الجثة ليلة كاملة، ثم دعوا أحد أقربائه وسلموه الرأس في كيس من البلاستيك، وضع الرأس في الثلاجة والتلفزيون بث هذه الصورة باسم حرية الإعلام من غير ذلك. يعني في تقديري الآن لابد من أن تتوحد جهود كل الإعلاميين في البلدان الإسلامية من أجل التصدي لهذه الظاهرة، والتصدي لا يمكن وفي تقديرنا إلا من رفع القدرات المهنية للإعلاميين، لكي نستطيع من موقع الفعل والمبادرة أن نتصدى لهذه الظاهرة. نقطة أخيرة، في بعض الحالات وسائل الإعلام من دولنا تنقل أخبار عن أحداث وقعت في دولنا، وهذه الأخبار في الحقيقة لا تمت للواقع بسلاح، وخاصة متعلق بالسياحة في تونس. يعني هناك نزعة إلى تهويل الأحداث، وبالتالي من التوصيات التي يمكن أن نخرج بها هو أن لابد من أن وسائل إعلامنا في فضائنا العربي والإسلامي تعتمد في المقام الأول على الأخبار والمعلومات التي تبثها وسائل إعلامنا. وشكرا جزيلا.